بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سبحان الله. إن الله